السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام، حياكم الله جميعا أينما كنتم. أصدقائي، الفيديو الذي نشاهده الآن هو فيديو لخلية سكنت في سقف هذا البيت، والراجل قد قرر الآن، يعني قرار نهائي لا رجوع عنه، في إخراج هذه الخلية من مكانها ونقلها إلى خلية أخرى. تابعوني، راح يعني كل واحد يتوقع ما الذي سيجده داخل هذا السقف، حجم الخلية، عدد النحل الموجود فيها، كمية الحضانة، كل واحد يتوقع. طبعا انظروا، لاحظوا، ها هي بدأت تلوح أمامنا، الإطارات المبنية أو الشمع المبني في داخل السقف. البيوت هنا مبنية بالخشب، والخشب عازل جيد للحرارة وللعوامل الجوية الخارجية، فلا شك أن النحل تأقلم مع هذا المكان وأعجبه، فبدأ في بناء خليته بداخله. انظروا، الراجل هنا مصر، يعني بما أنه أحضر المنشار الكهربائي والسلم والمطرقة، فهو مصر، يعني إصرار لا رجوع عنه في القضاء على هذه الخلية. هو يستخدم الدخان الآن لكي يحافظ على هدوءها واستقرارها. أعتقد أن هذا هو مدخل الخلية. واو واو واو، سبحان الله، مش عارف إذا كانت الصورة واضحة لي بشكل جيد أو أنا أتخيل، فالخلية أعتقد أنها كبيرة جدا ما شاء الله. نعم، سبحان الله. ما شاء الله، كمية نحل كبيرة جدا. شمع مبني في اتجاهات مختلفة، فيه العمودي وفيه الأفقي وفيه المائل. سبحان الله، كمية نحل كبيرة جدا. انظروا، هذه إطارة عسل على ما يبدو، هذه الحمراء التي يسلط عليها الضوء، أعتقد أنها إطارة عسل. الإطارات الأخرى واضح أنها إطارات حضنة، لأن النحل مجتمع عليها بشكل قوي. مش عارف انا كيفاش راح يتخلص من هذه، في السقف وفي مكان ضيق، والشهد ملتصق بعضه ببعض. لاحظوا، فيه اطارات متجهة هكذا، وفيه المائل هكذا. انظروا الان، صورة واضحة. والغريب ان النحل لا يهاجم، تقريبا هادئ تماما. مش عارف أنا، سبحان الله، شوف لقد فتح جزء آخر من السقف ليتضح لنا المشهد كامل. انظروا ما شاء الله، خيال. لو تلاحظوا على اليمين، الشمع الأبيض هذاك، الأبيض الناصع البياض، هو الشمع المبني حديثا، وأنا أعتقد أنه فيه عسل على ما يظهر لي، لأنه مختوم بطبقة شمعية بيضاء. سبحان الله. يعني خلية ضخمة جدا. نعم، أنا أعتقد أن على حسب الحجم هذا وعلى حسب لون الشمع، أعتقد أن الخلية يكون عندها عامين أو 3 سنوات وهي متمركزة هنا ساكنة في هذا السقف الخشبي. وهي لو تلاحظوا، شوفوا الجهة البيضاء هذه، الخلية مستعدة أنها تتوسع جهة الشمع الأبيض هذاك في المربع الخشبي الفارغ، يعني الراجل باغتها فقط، وإلا لكانت توسعت أكثر. الظاهر أن الخلية قوية، وأن المرعى أيضا جيد، والنحل يعني تربى على حسب الصورة بعيد عن تدخل الإنسان، بعيد عن إزعاج الإنسان، فوجد راحته، يعني اشتغل بكل أريحية. سبحان الله. لقد أحضر فيما يبدو شفاط، وسيحاول شفط النحل. نعم، هذا شفاط هوائي أو بلاور. فهمت، يحاول أن يشفط النحل هذا كله،
والشفاط الآن مربوط بهذه الخلية الصفراء التي نشاهدها، فالنحل عندما يتعرض للامتصاص ينزل مباشرة إلى الخلية أين يتم تسكينه وترحيل الخلية إلى مكان آخر. انظروا كيف تتم عملية الشفط بكل هدوء وسهولة. واضح تماما أن النحل بدأ يسقط أو ينزل إلى هذا الشفاط، طبعا متأثرا بقوة الجاذبية التي يسلطها عليه هذا الشفاط. يعني النحل هنا في هذه الحالة ضعيف، ما عندوش لا حول ولا قوة. انظروا بدأت كمية النحل تتناقص شيئا فشيئا. طبعا أنا أعتقد أنه بما أنه استخدم الشفاط فإنه مش راح يأثر على النحل ومش راح يضره، فالطريقة أعتقد أنها آمنة. أنا ما صراحة لم أجربها من قبل، ولكن أعتقد أنها آمنة ما دام الراجل يجرب فيها، وفيه كثير الكثير من الناس يستخدمون شفط النحل بهذه الطريقة. سبحان الله، لاحظوا حجم رأس الرجل وقارنوه بحجم الخلية، فالخلية شكلها 2 متر أو 3 أمتار طول، الله أعلم. يعني انظروا انظروا ما شاء الله، انظروا قارنوا حجم الرجل. الآن يقوم بشفط النحل الطائر في السماء. هذا هو مدخل الخلية، نعم هذا هو المدخل من الجهة الخارجية للمسكن. الغريب أن النحل هادئ، يعني كما قلت سابقا. هذه قطعة شهد فيها العسل، نعم ها هو يرين العسل في أصابعه. العسل جاهزة بما أنه مختوم، فهو جاهز للجني. وأعتقد أن الرجل الآن راح يجني بعض الإطارات أو بعض الشهد الذي يحتوي على عسل. انظروا هذا الإطار ما شاء الله، وهذه هذا الشمع ما شاء الله، أبيض ناسع البياض، وفيه عسل شكله أصفر أو بني نوعا ما، يشبه عسل السدر. العملية نوعا ما صعبة لأنه الشهد ملتصق في السقف والمكان مرتفع وما فيش مسافات نحلية كبيرة بين الشهد، فالأمر راح يكون نوعا ما متعب، لكنه ممتع لأنه تجربة مثل هذه. انظروا ما شاء الله ما شاء الله، قرص عسل يعني من ذهب ما شاء الله. هذا الشمع لما يكون شديد البياض فدليل أن المرعى في الخارج قوي جدا، دليل على أن الخلية قوية يعني مستعدة للبناء أكثر وأكثر، فقط أعطيها مزيد من الوقت وراح تعطيك إنجاز كبير جدا. انظروا ما شاء الله. عموما أنا لا أنصح أن الإنسان يمسك العسل باستخدام القفازات، لأن القفازات يكون فيها الأوساخ والميكروبات. احنا نعرف أن العسل عسل طيب، فلا يجوز استخدامه مسكه بهذه الطريقة. ولكن أنا أعتقد أن الراجل فقط يرينا العسل الذي قطفه الآن لتوه. واو واو واو، لاحظوا هذه القطعة، لاحظوا ما شاء الله، انظروا سمكها ما شاء الله. هذه أعتقد أنه أكثر من 2 كيلوغرام من العسل في إيده الآن. من حقه أن يفرح ومن حقه أن يفتخر. سبحان الله، انظروا إلى سمك هذه القطعة التي قام بقصها الآن. هذه لا تضعها في علبة البلاستيك، بل ضعها في المتحف. سبحان الله، أعتقد أن العملية راح تستغرق وقت طويل جدا لأن الوضعية غير مناسبة تماما للقص، ولكن ما عندوش حل آخر الرجل، لازم يقوم بالقص ومتابعة العملية حتى النهاية. انظروا ما شاء الله، حتى القطعة هذه التي قام بنزعها الآن جيدة جدا، سميكة ومختومة، فالظاهر أنها تحتوي كمية عسل كبيرة جدا. نعم العسل يتقاطر من كل مكان كأنه رذاذ الأمطار أو كأنه ضباب. خيرات خيرات، سبحان الله. مش عارف، أنا الخلية هذه ذكرتني بالطريقة التربية التقليدية التي كنا ننتهجها في بداياتنا، يعني في بداية التربية كنا نضع النحل في الخلايا التقليدية أو في الأعواد البلدية كما تسمى، ولا نعود إليها إلا في موسم التطريد أو في موسم جني العسل. فصحيح نجد أنه فيه بعض الخلايا أصبحت قوية جدا، وفيه بعض الخلايا قد انهارت وضاعت، ولكن رغم ذلك كله كان لتربية النحل متعة استثنائية لسنا نجدها الآن في هذا الزمن، وكان هناك إنتاج وفير جدا.
وكانت الحياة يعني طيبة طيبة بمعنى الكلمة. انظر ما شاء الله، انظر سبحان الله. يعني خلية مثل هذه أنا أعتقد والظاهر أنها لم تتعرض للعلاج، أو لم تخضع للعلاج، لا للفاروة ولا لتعفن الحضانة ولا لتكلسها، لم تتعرض لأي علاج أو لم تتلقى أي علاج. والظاهر أيضا أنها لم تتلقى أي تغذية من هذا النحال، ولم يقم بإضافة الشمع إليها، ولم يقم بمراقبتها، لم يقم بوضع حاجز المليكات ولا إضافة الإطارات، ولم يقم بوضع العاسلة. يعني تربت في ظروف طبيعية الله أعلم 100%. رغم ذلك انظروا إلى قوتها وكميات العسل التي يجنيها الآن أمامنا والكميات المتبقية. انظروا، يعني خيال، هذا مش يعني كميات غير معقولة بالنسبة لنا إحنا في المتعارف عليه. فممكن تكون الخلية هذه استثناء، ولكن تدل أيضا أن النحل مازال عنده القدرة أنه يتأقلم مع المناطق ومع ظروف المعيشة، وأنه يقدر يعيش، يعني يستغني عن تدخل الإنسان. لاحظوا ما شاء الله، تقريبا كل قطعة الآن يقوم بقصها فيها حوالي 2 كيلو أو ربما أكثر. نعم، ربما أكثر. انظروا إلى هذه القطعة مثلا، هذه سبيكة ذهب سبحان الله. هاي قطعة أخرى، انظروا سبحان الله، خيرات والله، يعني شيء جميل جميل جدا. مش فقط لأن الراجل يقوم بجني العسل أو بكميات كبيرة، ومش فقط لأنه إحنا نحالين، ولكن لأنه أخذنا، صحيح أخذنا إلى مرحلة سابقة من مراحلنا في تربية النحل، لما كانت الطريقة بدائية وما فيش علاجات وما فيش صناديق حديثة، ما فيش انترنت، ما فيش ناس تعلمنا، ما فيش ناس تعطينا النصائح. فأعتقد أنه الذي مر في هذه التجربة يشعر الآن ويحس تماما بالذي أقوله وبالذي أشعر به أنا أيضا. أنا لو كنت مكان الراجل كنت عينت موظف بعقد لمدة أسبوع، وأعطي له العسل هذا، أقول له قم بجني، ولما تخلص جني العسل راح أعطيك مرتب والسلام. يعني العملية مجهدة ولكن تنطوي على متعة كبيرة. لذلك فالراجل حتى لو قسم ظهره من الألم ومن التعب لن يتوقف. لاحظوا يعني الكمية التي جناها قليلة جدا بالنسبة للمتبقية، مقارنة بالمتبقية. هاي قطعة أخرى، أعتقد أيضا أن هذه سبيكة أخرى من الذهب، وفيه سبائك أخرى، يعني مخزن أو بنك من الذهب في هذا السقف سبحان الله. أعتقد أنه ما فيش واحد في المتتبعين الآن مر بهذه الظاهرة أو بهذه اللحظة. أنا أتكلم عن مش عن الخلايا التي نربيها، ولكن عن الخلايا التي نجدها في الكهوف أو في المغارات أو في سقف مثل هذا، أو في أماكن منعزلة أو معزولة في الجبال مثلا. سبحان الله ما شاء الله. ولو تلاحظوا العسل كله مختوم، وهذا دليل على أنه ناضج ونسبة الرطوبة فيه معتدلة جدا وصحية. يعني ينتظر فقط أن نستهلكه ونقوم بأكله. الغربيين فقط في هذه النقطة يختلفون عنا، أن العسل أو استهلاك العسل هو ثقافة غذائية عندهم، يعني داخل في العادات الغذائية اليومية عندهم. أما نحن فالعسل عندنا وغالب الأمر نستخدمه لأغراض استشفائية وعلاجية، والغالب الأمر يعني نستخدمه عندما تقع الفأس في الرأس، يعني عند المرض وعندما يستفحل المرض. في الحين أنه الأصح أو الصحيح أنك تستخدمه كوقاية، يعني قبل حدوث المرض. في بعض الحالات نستخدمه مع المرض مثل الحريق أو الجروح أو ما شاكل ذلك. ها هي الآن الكمية التي جناها، وضعها في أكياس من البلاستيك، تركها في شهدها، وهذا هو الصحيح لكي تكون عندها أكثر جاذبية وأكثر متعة يعني حتى أكثر شاعرية. والكميات راهي أمامكم الآن، كل واحد يقدر
يعرف أو يقدر يتوقع يعني الكمية هكذا. هذه الملكة قام بوضعها في هذا القفص وسيدخلها على الخلية. الآن يقوم بملء العسل السائل في هذه العلب البلاستيكية، the jar، عفوا الزجاجية. وهذا الشمع أو الختم، شمع الختم هذا يقوم بحفظه في زجاجات أخرى، يعني وحده الشمع وحده والشمع الختم وحده والعسل السائل وحده. المهم أصدقائي الكرام، أرجو أن نكون قد استمتعنا مع بعض بهذا الفيديو الجميل. صراحة أنا أعجبني، كل واحد يترك انطباعه أسفل الفيديو. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا سلام.